ده كان اخر كلامنا النهارده في برنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي الحلقه اكلمكم في قضيه مهمه جدا، قضيه المدفن الصحي في منطقه كوم وشيم في منطقه اسمها قاره الجندي. الحكايه بتاعت الموضوع ده باختصار شديد جدا، احنا قلنا قبل كده ان هذه الارض مساحتها 1430 فدان، في 61 مستثمر صغير زرعوا هناك مساحات 20 و30 فدان، الاجمالي 500 فدان. وفوق بعد ذلك بعد شراء الارض من العرب في هذه المناطق بان هذه الأرض صدر لها قرار جمهوري من سنة 2001 بأنها مدفن صحي، ولكن كل معالم الأرض تغيرت تماماً، بقى هناك في ترعة كبيرة جداً لرأي أراضي الخريجين، هي ليس لها علاقة بأرض المدفن، ولكن لرأي أراضي الخريجين، وتمر من قلب هذه المناطق المزروعة حالياً. كمان اتعمل الطريق الإقليمي العظيم يمر بجوار هذه الأرض، فكيف يمكن أن نكرر أخطاء ما حدث في الماضي، أن نجعل بجوار طريق إقليمي مدفن صحي، وما أدراكم ما يمكن أن يحدث أو يتسرب من روائح من هذا المدفن الصحي. كل اللي مطلوب القرار الجمهوري اللي صدر في 2001 مشتمل على 5 مناطق لوضع مدافن صحية بها، هذا القرار تم تغييره وإخراج منطقتين بالكامل من المدافن الصحية، وما فيش تنفذ منه غير منطقة واحدة بس هي الكريمات في آخر الدنيا بعيدة تماما عن أي عمران. لكن هذه المنطقة اللي بتكلم عنها في كوم أشيم في الفيوم اللي هي قارة الجندي تقع في قلب المنطقة السياحية، تقع إلى جوار الطريق الإقليمي، تقع إلى جوار الترعة الرئيسية لرأي أراضي الخريجين. إذن هذه المنطقة تغيرت تضاريسها بالكامل، من فضلكم غيروا لهم إحداثيات هذه الأرض. الأمر بسيط جدا، هي مذكرة لوزارة البيئة ومذكرة لوزارة الزراعة ومذكرة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وتغيير الإحداثيات أمر بسيط جدا. أرجو قبول هذه المذكرات من 61 مصري نزفوا دم قلبهم في هذه الأرض وزرعوها. من فضلكم نغير إحداثيات هذه الأرض ونبعد المدفن الصحي إلى أبعد نقطة على الإطلاق، وخصوصا أن كوم أشيم من الأساس بها مدفن صحي. دي القضية اللي حبيت أتكلم عنها النهاردة، عندنا مدفن صحي لازم نغير إحداثياته، وخصوصا أن إلى جواره مدفن صحي آخر في نفس المدينة كوم أشيم. انتظرونا كل يوم خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.